اليوم منظمة بلا حدود الإنسانية تقيم الجلسة الحوارية في مجال معا من أجل محاربة الفساد، وهذا النشاط هو جزء من مشروع منظمة بلا حدود الإنسانية معا من أجل محاربة الفساد بالشراكة والتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تناولت الجلسة الحوارية أربعة محاور. المحور الأول تكلمنا فيه عن منظمة بلا حدود الإنسانية ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في مجال محاربة الفساد، والمحور الثاني